هل يستطيع الإنسان أن يطرب نفسه؟ بالتأكيد، لأنه كلنا بنغني في الحمام فأكيد كلنا مبسوطين. طيب غير هاني شاكر، ما هو الصوت أو ما صوت من يطربك أكثر؟ عبد الحليم حافظ طبعا. في أغنية معينة؟ في كل أغاني الحقيقة، لأن عبد الحليم حافظ أستاذ، ويعني أنا بعتبر هو أستاذ جيل وعلم ناس كتير. طب في أغنية معينة لأم كلثوم ولا كل أغانيها؟ لك أغنية مفضلة مثلا؟ بالأخص الأطلال الحي. يا حبيبي كل شيء بقضاء، يا حبيبي كل شيء بقضاء، ما بأيدينا خلقنا تعسى، ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء. فإذا أنكر خل خله وتلاقينا لقاء الغرباء، ومضى كل إلى غايته، لا تقل شئنا فإن الحظ شاء، فإن الحظ شاء. بالنسبة